شو هذا الموضوع العلاقه الوالي وشكون كيسير طنجه واش فيهم دار ولا كذا. وهو طنجه كيسيروها بزاف الناس لا الوالي بوحدو ولا انا بوحدو. ثاني خصنا نؤمن على ان هذه مدينتنا كاملين اللي كيمارس الرياضه راه طالع الاتحاد طلعت البريميرا وهذا الفولي وهذا الهندبول وهكذا واش كيسيرها الوالي ولا انا. اللي كيسير هذه الثقافه هذه المؤسسه هذه واش كيسيرها الوالي ولا انا. ياك ساهمنا فيها كاملين في البناء ديالها في الدعم ديالها باش توقف وكذا، ولكن هي مؤسسه مستقله قائمه بالتزم كيبدا فيها واحد شنو تعمل وشنو ما تعملش. انا كنعتقد هذا الشيء الواقع في المدينه، وانه الوالي عنده واحد الخصوصيه ربما ما اتحدش قبل منه، وانه الوالي عنده واحد الخصوصيه ربما ما اتحدش قبل منه، وهو انه كاين برنامج طنجه الكبرى هو المنسق لهذا البرنامج. انا عندي في هذا البرنامج سبعه كتعرف 63 مليار ديال الدراهم، انا عندي 1.3 وانا مطالب في اللجنه اللي كنجتمع جوج مرات في السنه قدمت انا التقرير ديالي وكيمشي معايا المهندس ديالي وكيقدم في وصول الاشغال ديالي، كما كيجي المندوب الثقافي يقدم وكيجي ديال الشيخ وراه كيقدم ديال التعليم كيقدم وهذا برنامج شامل، والوالي هو المنسق ديال البرنامج. الوالي راه هو اللي كيمثل صاحب الجلاله في هذه المدينه، والوالي هو المنسق ديال البرنامج. الوالي راه هو اللي كيمثل صاحب الجلاله في هذه المدينه، الوالي راه هو اللي كيمثل صاحب الجلاله في هذه المدينه. ولا بغينا نخدموا. وبالاضافه الى هذا، هذا الشخص اللي يعقوبي انا كنقولها بكل وضوح حسب المعلومات اللي عندي لحد الان، الله اعلم الا عنده شي واحد شي حاجه وما سمعت شي على شي واحد عنده شي حاجه غير هذه، لانه رجل صادق، رجل نقي، رجل قوي، رجل يشتغل بالليل والنهار، وما سمعت شي على شي واحد عنده شي حاجه غير هذه، لانه رجل صادق، رجل نقي، رجل قوي، رجل يشتغل بالليل والنهار، رجل يشتغل بالليل والنهار، واش بغينا؟ إلا جبرنا إنسان نقي وقاوي وكف وكيخدم المدينة وعينو جلالة مقعد المدينة ودا برنامج أول برنامج انطلق من مدينة طنجة، راه هذا خير والبركة في المدينة. شكون اللي حسن واش نعمل يدي في يدو ونخدمو المدينة مع بعضنا؟ أنا كنعتقد أن التكامل والتعاون هادشي اللي نطلب في هاد البلاد، وإلا نبداو نخلقو المشاكل لبعضنا ولا كذا وهذا راه ما هو مصلحته ولا مصلحتي. العلاقة مع الوالي جيدة السي عمران، هذاك العمر هذاك السيد الوالي راه ولي الله. العلاقه مع الوالي جيده سي عمران، هذاك العمر هذاك السيد الوالي راه ولي الوالي. هي اللي تعجبك المدينه. دابا هي الموضوع اللي غادي يخرج، اليوم لا يصف الوالي بولي الله. الله بنا القدره ديال الاشتغال، عطى الله بنا الاستقامه، انا عطيتك القدره السيد الوالي، انا فيك عرسني، وفي الصيف، وحنا كنتغداو كاملين. كان ندير شي بحاليه العسكريه، وقلت له السيد الوالي انت كاع تغديتي. اللي مخطرنا من الحال ديالي ملي كنفطرت كنمشي للطابله شي 6 7 8 عاد كذا باش ما يتكرهش باش يقيم نهار لا طاق ولا ما تجاوبش ديال ربي سيد يخدم ممكن تكون بحال قلت عندكم ولا حاجه هذا سهل البشر اي انسان كيخدم لا بدا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الواحد بدا الاخطاء كيزنقر عليه صحابه انا سبت الاولى اجاب الاعمى وغيرها ولولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما اخذتم مع عذاب عظيم في الاسرى ديال البطن معروف هذا الشيء بمعنى الوسيله واحد كيصحح له لانه معصوم اما اللي ما يصحح صح عليه الصحابه